الآن البروفيسور العكي إدريس صالح تيتي جاء من الخارج خصيصا لمشاركتكم هذا اللقاء، فكل الشكر والتقدير. أستاذ تتمناه كل جامعات العالم، حاز على جوائز عدة آخرها منحة زوار أينشتاين من جامعة تكساس M&A University. أستاذ الدكتور إدريس تيتي تفضل. السلام عليكم. أول شيء بدي أعبر عن مشاعر يعني بشكل أو بآخر. أنا كتير منفعل من اللقاء مع إخواننا بغزة، لأنه هذا أول شيء، أول لقاء بيتم بهذه الصورة. وفي كل مؤتمر في الرياضيات والفيزياء كنا نحاول نتواصل ولو حتى عن طريق الإنترنت أو عن طريق التكنولوجيا، وكنا نفشل بسبب أو آخر، إما تنقطع الكهرباء في غزة أو إنه الاتصال يكون ضعيف أو إلى آخره. وفي كل مرة كنا في الجلسة الإدارية للمؤتمر نقول إن شاء الله المؤتمر الجاي في غزة، كان هذا دائما دعوتنا وهذا كانت أمنيتنا وإلى آخره. طبعا نحن أملنا مش منقطع، وإن شاء الله متأمل إنه مؤتمرنا القادم يكون في غزة. مرحبا فيك دكتور. بدي أشكر الدكتور إبراهيم والدكتور مروان على دعوتهم لإلي للحديث عن أهمية الجمعيات العلمية. الحقيقة لما حكى معي الدكتور إبراهيم أنا يعني قلت عايش بدي أتكلم، لكن لما فكرت إنه عن تجربتي الشخصية بوجودي في جمعيات دولية مختلفة علمية، منها الأمريكان ماثماتيكال سوسايتي والسوسايتي فور هندسه ابلايد ماثماتكس، ولعبت فيهم ادوار مختلفه، كنت في لجان مختلفه في الامريكان سوسايتي، كنت رئيس الاكتيفيتي جروب بالاناليسيس والبارشال ديفرنشال ايكويشنز بالسوسايتي هندسه ابلايد ماثماتكس، وجودي كوني فيلو في السوسايتي هندسه ابلايد ماثماتكس وفيلو في الاي ام اس وحتى فيلو في الانستيتوت اوف فيزيكس في انجلترا، اعطاني بشكل او باخر يعني عندي فكره عن الموضوعين، الفيزياء والرياضيات. وآخر شيء طبعا هذا في شيء مش كتير بيعرفوه، ابتداء من ديسمبر 1 يعني من بداية هذا الشهر أنا قبلت أستاذ مع كرسي في جامعة كامبريدج في دائرة الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية، يعني هاي نفس الدائرة تبعت نيوتن وهوكينز. فلذلك عندي بشكل أو بآخر فكرة عن الرياضيات وعن الفيزياء، مع أنه أكثر إلمامي بالرياضيات منه بالفيزياء. الحقيقة أنا متمكن من اللغة العربية وبقدر أحكي باللغة العربية بشكل شامل، لكن في كلمات النطق إلها بالنسبة للغة العربية رح يكون صعب، فلذلك رح أتحول من مدة لمدة أحكي بشكل أو بآخر كيف حكى الدكتور مروان، مدة لمدة بزيت كلمة بالإنجليزي، أنا من مدة لمدة زيت كلمة بالعربي. السؤال هو إنه شو هي الأهداف من هذه الجمعيات؟ طبعا هذا التحليل الشخصي، هو مش دراسي، قلت للدكتور ابراهيم انه هذه ما هي دراسي، لكن هذه التحليل الشخصي بناء على تجربتي الشخصيه. انا بتصور انه اهم شيء الهدف الاساسي is to identify and promote the specific needs of the specific scientific community in order to better serve the society. لازم نحدد شو هي الخصوصيات وايش هي الاشياء المهمه لدعم وتحسين هذه الجمعيات حتى نخدم المجتمع، هذا الشيء الأساسي. خلينا نأخذ أمثلة بإيش معنى أنه نحدد الاحتياجات. أول احتياج جدا مهم هو securing funding for activities from various governmental offices. وهنا بدي أرجع للمقولة اللي بقولها في كل لقاء، والمقولة هي تقول كما يلي: Any scientific and technological development of any society in the world is a political decision at the highest level. ما هو بس قرار كم من واحد بالرياضيات كم واحد فيزياء بدنا نطور المجتمع الآخري، هذا قرار سياسي على أعلى المستويات. لازم تحط مصرياتك وين بتحط كلامك، لازم تستثمر. وخليني أعطي مثال، والأمثلة هي مش من عنا يعني، بعرفش كان منكم كتير بيعرفوا قصة ناسا، الكل بيسمع عن ناسا، بس ناسا كيف انوجدت؟ وناسا ما انوجدت لأنه والله الأمريكان قرروا بدنا نغزو الفضاء، كان رد فعل لبرنامج سبوتنيك تبع السوفيت. ف
فلما صحوا الأمريكان قالوا شو هدول السوفييت بدهم يغزوا الفضاء، شو اللي لازم نعمله؟ فاجتمعوا العلماء الأمريكان ووصوا للإدارة الأمريكية إنه حتى تقدر تغزو الفضاء بدك تهيئ علماء بالرياضيات وبالفيزياء. ولذلك الإدارة الأمريكية في حين استثمرت ملايين الدولارات في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وبالجامعات وبالمختبرات المختلفة حتى يقدروا يبنوا البرنامج، وخلال سنوات بلش برنامج ناسا. يعني عمليا هو قرار من فوق بالاستثمار، إذا ما حطيتش هذا الاستثمار صعب، وإلا بنكون زي دولي إنه كل واحد بيشتغل لحاله، يعني زي روائي بيكتب روائي لأنه أجت على أفكاره، لكن ما في شيء منظم. فلذلك هذا الشيء جدا مهم، الاستثمار. وحكى دكتور مروان عن الجوار، في أستاذ في معهد وايزمان اسمه بيكرس اللي كان بده يحسب في نقطة في المحيط اللي هي لا تتحرك، بده يعرف موقعها. شو السبب؟ ما بعرف، بدي أعرف. هذا الحكي بالخمسينات والستينات، في حينه حتى تقدر تحسب وين موقع هذه النقطة بدك كمبيوترز، ما كان في كمبيوترز. فلذلك قدم بروبوزل للفندينج أورجانيزيشنز في الداخل إنه أنا بدي مصاري حتى أبني كمبيوتر. أنت بتحكي عمالك في الخمسينات والستينات ما في كمبيوترز، كان بداية بس في أمريكا. فطبعا للتحكيم بعته البروبوزل لمين؟ لواحد من العلماء الكبار اللي في العالم فهذيك الفترة. مين كان هو؟ أينشتاين. بعثوا البروبوزل لأينشتاين إنه نحن في عنا هذا الأستاذ بده يبني كمبيوتر وتكلفته كذا وكذا، يعني مبلغ كبير من المال لحتى يلاقي نقطة معينة في المحيط. طبعا كان تحكيم أينشتاين في حينه إنه شو دول إسرائيل هاي دول صغيرة، شو بدها بهالسوبر كمبيوتر هذا، يعني إنه حطوه على شغلات تانية. الجرأة اللي عندهم ما بعرف، جرأة وقاحة ما بعرف، مش مهم، تحدوا قرار أينشتاين وأعطوا فلوس لبناء الكمبيوتر. واليوم الكمبيوتر ساينس في الداخل هو بتقدر تسميه يعني جوهرة التاج بالعلوم في الداخل، يعني هم من الأوائل في العالم في هذا الموضوع، موجودين في MIT، موجودين بستانفورد، في كل مكان. يعني عمليا كان في استثمار حتى في شيء إنه ألاقي نقطة في المحيط. هذا كمان قرار سياسي على أعلى مستويات. شو سببه؟ هو الاستثمار في العلم، كانوا بدهم يكونوا من الطلائعين في الكمبيوتر ساينس وبناء الكمبيوتر. واليوم نعرف إنه التكنولوجيا اللي هن موجودين فيها والهاي تك متطورة، لكن ما بدت من اليوم، بدت من الخمسينات والستينات لأنه أخذوا القرار الصحيح في الوقت الصحيح. الشيء الآخر اللي بالنسبة للمهام تبعت الجمعيات، identifying future fields of high risk high gain. لازم نحدد ايش هي المواضيع اللي بالفيزياء او في الرياضيات اللي ممكن نستثمر فيها، بمعنى بالشباب الصغير. يعني لازم نبعث الطلاب يطلعوا منح، يطلعوا يتعلم، والله بدي اطلع من دكتوراه بالرياضيات او بكذا. مش مفروض انه بس الواحد بده يطلع يعمل دكتوراه بموضوع، ربما المفروض انه نختار بمواضيع معينه اللي احنا بدنا نبني فيها، لانه هاي مواضيع مستقبليه. فدور الجمعيه مرات انه تجتمع تعمل لجان والى اخره، تحدد ايش هي المجالات اللي ممكن يكون فيها مجازفه لكن في من وراها ربح، مش عم بروح ربح مادي لكن هو استثمار بشكل او باخر. فهذا جزء من المهام تبعت هالجمعيات ممكن يكون. شيء اخر، identifying fields of strength and build upon it. يعني نحن عندنا واحد بالجبر، عندنا واحد بالنانو تكنولوجي، عندنا واحد بالنانو فيزيكس، عندنا واحد بالنيوكلير، عندنا واحد بالكذا. المفروض احنا كدول صغيرة او كمجتمع صغير او كبلد صغير ربما لازم نعمل مراكز قوة، انه نلاقي شو نحن موضوع اللي المفروض يكون اوايا فيه ونكون number one in the world او number two او number five، لكن نكون طلائعيين، يعني نكون نحن الريفرنس في العالم. فالمفروض انه هاي الجمعيات مرات تو ايدنتيفاي ايش القوة تبعتنا، ايش نحن عندنا مجموعة قوية كتير في مجال محدد. وأنا دائما بقارن مع الداخل لأنه قريبين علينا ونعرف تجربتهم. مثلا بالرياضيات معروف أنه في مجالات محددة في الداخل من الأوائل في العالم، هن مش أوائل في كل شيء في الرياضيات لكن في مجالات محددة هن الأوائل في العالم. فنحن المفروض أنه كمان to identify إيش هي مراكز القوى، إيش هي اللي في الفيزياء أو في الرياضيات اللي ممكن نبني عليها ونطورها ونقويها. بالإضافة مش عم بقول أنه هذا الشيء ولا شيء، لكن المفروض أنه نكون عندنا مراكز قوى معينة حتى نبرز، حتى يكون فينا visibility، حتى نحط اسمنا على الخارطة
بشكل أو بآخر إنه والله في مجموعة من العلماء الرياضيات أو الفيزياء الفلسطينيين في هناك اللي هدول إذا واحد بده يسأل أي سؤال في هذا المجال ما عندكش غير تروح على المحجة لهناك تروح تحج عندهم وتأخذ الخبر اليقين منهم. هذا مهم جدا to promote the international visibility لأنه بكون في عنا مراكز قوة وبكون عنا نحن عارفين دوليا هذا يعطينا visibility على مستوى دولي وهذا جزء من المهام تبعت الجمعيات هذه. الشيء الآخر هو collaboration with other societies through exchanges, joint meetings based on needs and not on what being offered. هاي النقطة اللي حكاها الدكتور مروان وبدأ أشدد عليها. عارفكم كلكم تعرفوا قصة ماري أنتوانيت أكيد الكل بعرف لما طلعت الناس بالشوارع بالثورة الفرنسية الطالب بده خبز فسألت الوصيفة تبعتها شو مالنا هدول قال ما فيش خبز بدهن خبز قال طعموهن جاتو طعموهن كعك بسكوت جاتو كعك يعني عمليا نحن في شيء نحن محتاجين فيها احنا المحتاجين لأشياء معينة. هلا بيجيك مجموعه من اوروبا بقول لك انه انا بدي اعطي لك وركشوب اليوم في موضوع بعرفش كذا 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 بنقعد نحن نتطلع بنصفر فيه والله جميل ومنروح بنغديهن ومع السلامه. مش هذا الهدف يعني هذا ناس يعني في مكلفه هذا الجماعه اجوا واستثمروا. السؤال ايش استفدنا من هذا اللقاء؟ مش انه بس والله عملنا لقاء مع جمعيه واجوا جماعه من بريت البلاد وتصورنا نحو ياهن وعملنا زيطه وزنبليطه وبالاخر يعني ما طلعناش طلعنا صفر اليدين. يعني المفروض انه نحن نتعاون ويكون اكشنج مع جمعيات اللي نحن حسب النيدز تبعتنا مش حسب ما ايش هن بيعرضوا. طبعا ممكن نسمع ايش هن بيعرضوا لانه ربما المواضيع اللي عم بيعرضوها هي مواضيع مستقبليه المفروض ان نستثمر فيها. ممكن نجيب شباب صغار ونقول لهم ركزوا على هذا الوركشوب وبعدين بدناكم تطلعوا بريت البلاد تشتغلوا على هذا الموضوع لانه موضوع مستقبلي. بس مش والله مرد ان واحد والله معوش حق البنزين وواحد اعطاك مرسيدس ما كانش تعبي بنزين شو بدك فيها للسياره ما استفدتش شيء منها واقف باب الدار حديد. فالمفروض انه نحن كمان تو ايدنتيفاي هذا الاكشنج مش ايش واحد بيعرض علينا تعال تفضلوا اهلا وسهلا ونمشي. يعني انا مش عم بقول انه يعني نرفض بس نكون كمان يعني انتقائيين يعني انه مش احنا اي واحد بده يجي يحط عنا والله رحت ساعدتكم بخطركم ضنتني ماشي. يعني المفروض إن نستفيد أكثر. أنا بتصور إنه في عنا كتير من النشاطات ومن الوفود بتيجي لهون ومتأسف أقول إنه بتصور الاستفادة هي مش ناجعة 100% كيف لازم. يعني المفروض إنه هذا الاستثمار بالوفود اللي بتيجي لهون تشتغل معنا نستفيد فيها بشكل أكثر. كيف هذا المفروض إنه الجمعيات تحدد إنه إيش الأشياء اللي بدنا إياها شو نوعيات الوركشوبس اللي بدنا نعملها شو السمر سكولز اللي بدنا نعملها مين نستدعي مين نجيب حتى نستفيد منهم. مش انه والله كم من شاب من فرنسا بتحمسين بحبوا القضية الفلسطينية وحبينا هوب اتصلوا باستاذ بجامعة بيرزيت طب او بجامعة النجاح اجوا الجماعة وعملنا ورشوب واجوا هالجماعة وقعدنا وانبسطنا لكن في النهاية الطلاب لا فهموا شيء والاساتذة ما فهموا شيء ودوك الجماعة روحوا وانتهى الموضوع. فانا بتصور هذا مضيع على الوقت والطاقات وحتى للاستثمار من دوك الجماعة اللي موجودين. فلذلك مهم جدا انه يكون في عندنا تحديد وكنا انتقائيين يعني بلاش نبيع حالنا رخيص انه ايش واحد بيعطيني بلبس لا بدنا نلبس زي اللي بناسبنا طبعا بالتوافق لانه كمان يكون مهم يكون انه عندنا نظره مستقبليه. الامر الاخر هو ايدنتيفاينج سبيشال تالنت. لابد في عندنا تالنتس محدده. في ناس عندنا بجوز عباقره لاني عمليا ضايعين داخل كل ديبارتمنت وديبارتمنت نحن عادة we don't recognize people يعني recognition مش كتير من شيمنا للأسف يعني. فأنا بتصور إنه جزء من دور الجمعيات identifying special talent. إذا في عندنا شاب أو صبية عباقرة بالفيزياء أو بالرياضيات المفروض إنه نتعاون مع بعضنا كيف إنه نحميهن ونبعتهن لأحسن المراكز وما نستعجلش إنه لازم تخلص دكتوراه وتيجي بكرة وإلا بتدفع $50,000 اللي أنت تعهدت فيه. أنا بعرف كتير من الشباب اللي طلعوا لبرا ممتازين نجحوا برا ومكيفين عليهم برا وكان في إمكانية يكملوا بوست دوك كمان سنتين حتى يستفيدوا وبرجعوا فيدوا أكثر. لكن لك بقول لك العميد ولا نائب الرئيس ولا اللي هو بترجع بكرة وإلا اللي كفلانك بالبلاد بدين حط بالسجن. لازم يكون open minded. يكون عقليته منفتحة أكثر
بانه نحافظ على سبيشال تالنت. If we identify one, مش نعملها مفتوحه انه والله كل واحد على كيفه وشو بده. If we identify a special talent, لازم نعطيه الفرصه. وهون بهم جدا كمان انه الجمعيات هذه تشكل جوائز، جوائز علميه، جوائز تقدير ريكوجنيشن، وهذا كمان احنا بخلا جدا فيه. هون بيجي دور الجمعيات بانه تقرر في مؤتمراتها الشبه سنويه او السنويه او كل سنتين تعطي جائزه علميه لاساتذه عملوا شيء معين. ممكن استاذ والله التقييم لانه خدم 25 سنه بالعمل مع طلابه وانتج والى اخره، او ممكن استاذ خلص بحث علمي ممتاز، او تنافس بشكل او باخر، لكن مهم جدا نجد اطار لتقييم الاشخاص وتقديرهم واعطيهم الريكوجنيشن المطلوب. عشان هيك مهم جدا انه هذا يكون بشكل مؤسس بشكل سيستماتيك، مش والله انه عفويا وهالمره مشيت الاخر، يكون معروف في جائزه من لجنه التحكيم الناس تقدم لها. ما لقينا في ناس على المستوى في هذيك السنه تتاجل السنه الماضيه بنعطيها لمرتين، مش مفروض انه تنعطى اذا كان ما فيش ايكواليتي. عشان هيك مهم جدا نشدد على الستاندرز وعلى الكواليتي. وهذا برجع بقوله انه it's important انه imposing high standards high quality. وحتى اعطي مثال حتى احمل مسؤولية، لانه قلت انه قرار سياسي على المستويات. انا بتصور ما فيش مانع انه يكون بفلسطين اشي بسموه presidential medal of science. بامريكا بيعطوها، بالداخل بيعطوها، ليش بيكونش في presidential medal of science على مستوى رئاسي؟ مدل إشي محترم يعني دولي للفلسطينيين، ما عم بحكي لبرا، داخل يكون very competitive وإلى آخره، يكون الناس تتنافس، نشجع روح التنافس. واللي عم بيشتغل نحسسه إنه والله مقدرين شغله، مش اللي معبي الجرة وكسرها واحد. هذا جدا مهم، وهذا جزء من عمل الجمعيات بإنه تبروموت هذا الموضوع، وإنه يعني يخلوا الناس في وعي لهذا الأمر. الأمر الآخر هو قضية النشر، the issue of publication. قبل عدة سنوات، ربما 10 سنوات، إجا بعض من الزملاء متحمسين كتير وقرروا بدهم يعملوا مجلة العلمية الرياضية لفلسطين، وكان في عنا نقاش حول الموضوع، هل في دور فيش دور، مهم مش مهم ولا أخير. وقسم مننا كان معترض، مش إنه بدناش نحسب إرفع فلسطين، قلنا إذا كان ما كان الشيء على المستوى اللائق، مش عبول لائق محليا، دوليا ما فيش إله معنى. مليان مئات اذا مش الاف الجورنالز تو ببلش، ما في حاجه شيء معين بس تو ببلش. والشيء الاخر اللي هو كان بالنسبه لنا مهم اللي كنا متخوفين منه، انه الناس الاشخاص الافراد اللي ورا الموضوع، قلنا اللي عم اليوم انتم شباب ومتحمسين، بعد 5-6 سنين بيخلص هالبخار بهالانجن هذا بال وبالتالي بتتركوا لنا الموضوع بتزتوه. واللي نشر موضوع ونشر في المجله ما فيش كونتينيوتي معناته علينا، وهذا اللي صار. هذا اللي صار، الناس اللي كانت متحمسين والاخير قسم قد منهم ترك الموضوع ونزلت على احد الاشخاص. لكن لما في عندنا جمعيه في الرياضيات او جمعيه بالفيزياء، جمعيه ورا الموضوع، في كونتينيوتي، في مؤسسه ورا الموضوع، مش افراد. يعني راح فلان في مؤسسه بتكمل، هذا تقاعد، هذا كبر بالعمر، يعني المجله مش مفروض تصير 2010 عشرات اذا مش بعد السنوات، في استمراريه. فهون الجمعيات بتلعب دور، فيما لو وجدت انه من الضروري انه يكون في مجله علميه بفلسطين في موضوع اكس او واي او زي، تكون متبنيته الجمعيه، لكن بشكل يكون ممنهج، وبشكل انه يكون في مؤسسه اللي دعمته، ويكون في استمراريه، لانه هذا جدا مهم. يعني هذا مش لعبه، واحد بيبعث مقال وبنشره وبعد 5 سنين المجله بتتسكر، طب واحد بده يلاقي ريفرنس هذا المقال منين يجيبه؟ لأنه بالمقالات برات بدك بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة. فهذا جزء من الأعمال اللي ممكن تقوم بها الجمعيات. الشيء الآخر هو connection with educational systems, schools, elementary, middle and high school, through summer activities, competitions, preparations of future generation of scientists. أنا ما بحكي بس على الأولمبياد، الأولمبياد هذه واحدة من الفعاليات، مش فعالية صغيرة، واحدة من الفعاليات. لكن إذا بدك تبني أنت جيل مستقبلي من العلماء، تستثمر فيهم بالابتدائيات وبالإعداديات،
تعمل summer programs. عم بحكي identifying talents. That's where you identify talents. مش بس لما بوصل الطالب عندك بالجامعة بتقول والله أخذ A بالكالكولوس ولا أخذ A بالفيزياء هذا الولد عبقري. ممكن ألاقي ولد عبقري بالابتدائيات وإلى آخره. كيف ممكن أنا كجمعية ألاقي إطار معين؟ أو ممكن يكون في أشخاص من المجتمع تبعنا الفلسطيني بالرياضات أو بالفيزياء اللي عندهم هواي بأنه يدربوا هدول الطلاب على أنه حضروهم أن يكونوا جيل مستقبل بالنسبة للعلماء. فعشان هيك جدا مهم أنه جزء من مهام هذه الجمعية هي أنه ترعى الشباب ومرة تانية promoting mathematics and physics and basic science. وهذا بوصلني للنقطة الكاتاستروفي الكارثية اللي أنا بسمعها وإحنا موجودين فيها وهي قضية العزوف عن الرياضيات والفيزياء في الجامعات لدرجة إنه كان تهديد مرة في جامعة القدس إنه إغلاق برامج. فلذلك هذه كارثي، يعني لا يمكن مجتمع يقوم غير ما يكون فيه الأساس الرياضيات والفيزياء. يعني أنا بحكي عن الرياضيات والفيزياء بالأساس، لا يمكن إنه يكون فيه أي علم أي تكنولوجيا من غير فيزياء ورياضيات، لا يمكن. ففي عنا مشكلة هون، المفروض إنه هاي الجمعيات تلاقي طرق لأنه كيف تنمي روح الشباب والصبايا بعدم العزوف، بالعكس بالاهتمام في الرياضيات والفيزياء وتشجيعهم إلى الدخول هذا الشيء. وكيف هذا بيتم؟ طبعا المفروض إنه يكون في بحث في هذا الأمر، لكن جزء منها إنه نبحث عن identifying field through identification of job security. الطالب بده يتعلم بقول لك ايش بدي اسوي بالاخر، بخلص الدرس اكون استاذ. هذا التقليدي، لكن المفروض ان احنا نلاقي بدائل. يعني مثلا قسم كثير من الطلاب يخسروا ايرادات في امريكا ومحلات، يعني بيشتغلوا بانشورنس كومبانيز، بيشتغلوا في البنوك، في قسم بيشتغل بالهاي تك. يعني ممكن تكون تخلص سبعات بي اي بالفيزياء او بالرياضيات وتروح تشتغل بالهاي تك كومباني بالبروجرامينج او بالسوفت وير انجينيرنج او يدربوك والى اخره. هون بيجي دورنا لازم نلعبه بالتعاون مع الهاي تك كومبانيز، انه كيف ممكن يكون في ستارت اب كومبانيز بفلسطين، يكون في تعاون بين الجمعيات وبين هدول المؤسسات. فنحن ما بصير نترك موضوع الرياضيات انه والله يا بتصير استاذ او معلمي او انتهى الموضوع. في مجالات اخرى مفتوحه اللي مش مفروض انه هلا اعددها، لكن مفروض انه الجمعيات هاي تقعد ويكون في برين ستورمينج، تكسر راسها، يكون عصف ذهني كيف احنا ممكن انه نبني للشباب مستقبل، غير انه موضوع انه بس التعليم. التعليم مهم جدا، انا بدي يعني بتصور مهنه المعلم هي اشرف مهن في العالم، يعني ما في شيء عليها حديث. وانا بتصور الاستاذ لازم يكون يقبض معاش احسن من دكتور، بس هذا موضوع ثاني. اوكي، لكن انا بتصور انه مفروض انه نحن نهتم جدا بهذا موضوع العزوف عن موضوع الرياضيات والفيزياء، لانه كارثي، لانه في نهايه الامر ممكن يسبب لنا مشكله كبيره. الامر الاخر قربت على يعني قربت اخلص، انه ينعمل joint meeting with similar international organizations on equal basis. وبشدد على كلمه equal basis، يعني مش هم يجوا يحكوا نحن منزقف، مفروض جدا ان نكون على ايكوال بيسز. عشان هيك نحن لازم نكون كمان هون بيجي النقاط الاوليه اللي نحكي، هي نشتغل على مراكز القوى تبعتنا. لازم يكون في سبونسرينج اوف انترناشونال كونفرنسز اند سمر سكولز. جمعيات ممكن تعمل هذا الشيء. في جمعيه اسمها سيمبا اللي هي بتعطي دعم لدول العالم الثالث او الدول اللي محتاجه لفلوس، بما فيها البرازيل، يعني انه بيجيبوا علماء من كل دول العالم وبيدعموا. انا بتصور انه لما بدنا نعمل اي مؤتمر او سمر سكول، المصاري مش هي العائق الاساسي، لكن ما يكون ترتيب ودراسي ايش احنا بدنا. ما بدنا نعمل بس سمر سكول حتى نعمل سمر سكول ونعد، زي ما بيقولوا عندنا بعكا بقول عد قتل الجنادب وعد ارواح. يعني مش بس بدنا نعد انه والله عملنا 10 ورك شوبس وما شاء الله حولنا. السؤال انه ايش النتيجه، ايش المخرج، ايش استنتجنا، ايش استفدنا، وهل في استمراريه للعمل. واخيرا وليس اخرا، last but not least، المفروض يكون الجمعيات هاي part of the decision making establishment، بمعنى انه by having liaison with the government offices، مع البرلمان، advising the government on the future needs, keeping hand on the pulse of what's needed for the society, the development, technology, and science. وزي ما قلت إنه قرار سياسي، لكن قرار سياسي ما بيجي من رؤية
للقائد السياسي أن نكون في اتصال مع الكوادر مع العلماء، والمفروض أنه نحن نلعب دور أكبر بهذا المجال وأن نكون نحن جزء من القرار. فمفروض أنه ما نترك الأمور يعني أنه والله نكون أنا هيك راس صغير ومشي حالك لو بروفايل، مفروض أن نلعب دور آخر. وهون بيجي دور الجمعيات كأفراد ممكن ندرش نعمل هذا الشيء، لكن كجمعيات ممكن الجمعيات الطالب أن يكون في عندن ليوزون، يعني شخص اتصالات رجل أو امرأة مع البرلمان، إنه يكون في والله البرلمان في عنده لجنة علمية، إنه في يكون عن الرياضيات ممثل لما في أمر معين بخصوص الرياضيات أو الفيزياء، ممكن حتى إثارة موضوع العزوف عن الفيزياء والرياضيات في البرلمان، إنه يعمل هذا الشغلة مشكلة وطنية، هذه مشكلة وطنية من الطراز الأول يعني ما نستخفش فيها. فأنا بتصور إنه مهم جدا نكون جزء من الديسيجن ميكينج إستابليشمنت. هذه الأفكار اللي عندي، هذه مش دراسي، وجهة نظر قابل للنقاش قبل الحديث، لكن بناء على تجربتي خارج البلاد ورؤيتي وطبعا تعاطفي وتعاملي مع الأصدقاء والإخوة هون. شكرا. شكرا جزيلا جزيلا أستاذ دكتور إدريس التيتي. قبل الانتقال إلى فقرة التكريم، بدي أذكر إحصائية الحضور هنا وفي قاعة الأقصى بغزة، لأنها أكثر من المتوقع وهذا بسرنا جدا ولازم نستثمر فيها. فعندنا هون في القاعة قبل شوي طلبت الإحصائية كان 111، وخلال دقيقة أظن دخل 10 أو 11 شخص كمان، فعندنا 125. 55% منهم رياضيات والباقي فيزياء. في قاعة الأقصى عندنا 17 فيزياء و25 رياضيات، يعني بوصل المجموع حوالي 50 بلس ماينس، نسبة أعلى من المتوقع ولازم نستثمر فيها. الآن إلى فقرة التكريم، تكريم أهل الكرم، حيث سنكرم أعضاء مجلس المدراء السابقين في جمعيتي الفيزياء والرياضيات. لدي هنا 23 اسما كريما، 14 منهم حاضرون للاستلام في القاعة سواء شخصيا أو بالإنابة. أوكي. وثلاثة حاضرين في قاعة الأقصى في غزة والذين لم يصلون بسبب منع التصاريح، ولكن سنرسلها هدايا التكريم إلى الأقصى لعمل اللازم. أما من اعتذر أو غاب فسنذكر اسمه ونرسل له رسالة تكريمية عرفانا بجهوده. أرجو من الأستاذ دكتور مروان عورتاني ودكتور أمجد برهم ومن شئتما معكما بالتفضل بإجراءات التكريم، ويساعدهما المتطوعات مشكورات. إدوارد سادر بيسلمها عنه الدكتور حازم أبو سارة من جامعة بيرزيت. الصورة مهمة. وبنستكمل في جمعية الفيزياء الدكتور هنري جاكمان، وتستلم عنه الدكتورة وفاء خاطر، فلتتفضل. الصورة مهمة. دكتور كمال رشيد، تفضل. Thank you.
دكتور محمد أبو طه ويستلم عنه دكتور رشدي كتاني. تفضل. دكتور هشام الهدمي. تفضل. الدكتور عزيز شوابكي ويستلم عنه الدكتور عبد الله سيد أحمد. مكملين بالفيزياء. دكتور سامي جبر. تفضل. بعده الدكتور وحيد جبران. تفضل. الأستاذ وحيد طلع، كان موجود أستاذ وحيد. أوكي، هنا الحضور اكتملوا. بدي أذكر الدكتور سامي الكيلاني والدكتور عبد الكريم صالح اعتذرا، ولكن سنكرمهما برسائل. بكمل بالفيزياء والحضور اللي في قاعة الأقصى، الدكتور سمير ياسين والدكتور عبد الكريم نجم كان المفروض أنه تكونوا معنا اليوم، ولكن للأسف. ولكن الأكيد يا دكتور أيمن صبح وكل زملائك، إحنا جهزنا لكم كل إشي حتى استندات الأسماء، ولكن للأسف. أوكي، إن شاء الله في فرصة لاحقة. كي دكتور هم موجودين وبهدوك التحيات، والكل عندنا هنا بهدوكم التحيات. كان فعلا أملنا أن احنا نكون موجودين معاك في رام الله إن شاء الله في مرات قادمة. فإحنا كمان هنا في القاعة بنبارك لكل المكرمين، وبنبارك لزملائنا الدكتور سمير والدكتور عبد الكريم، أعتقد الدكتور محمد شبات، وبنكرمهم كمان نيابة عنكم، وإن شاء الله في أقرب وقت بتوصل الدروع تبعته. شكرا لك دكتور، شكرا لك. جاي الدكتور شبات في قائمة الرياضيات، بعيد قليل. أوكي. حتى هو في رأس القائمة، يعني بدأ فيها فهو رأس القائمة. أوكي، على رأس القائمة الدكتور محمد شبات، سيصل التكريم لاحقا. ثم الآن الدكتور محمد العملي في القاعة. تفضل. يستلم عن الدكتور هادي حمد. دكتور تحسين المغربي قال أنه سيحاول ولم يؤكد. دكتور صلاح ياسين. تفضل. دكتور فرج شيبان إذا ما وصل طلب من الدكتور إدريس التيت يسلم عنه. فرج. دكتور محمد صالح. تفضل. ذن الدكتور نور الدين ربيع.
ولأذكر الدكتور راغب أبو سريس اعتذر ولكن تكريم له من هنا، والدكتور غسان عبد الله تكريم له من هنا، والدكتور فيصل عورتاني تكريم له من هنا، ثم تكريم أخير سيتولى أمره الدكتور إبراهيم المصري. تفضل. يعني احنا بنقول لا يصح ولا يجوز ان تمر فقرة التكريم بدون تكريم الرائد الاول ما بين هؤلاء الرواد، لا لا وهو الدكتور مروان عورتاني. الدكتور مروان ليس فقط يعني كان رائد في عملية اطلاق تجمع العلوم الرياضية في التسعينات، فهو قد عاد بعد 25 عام بنفس العزيمة وبنفس الصلابة، يعني هذه السنون الكثيرة والشعر الأبيض اللي انتم شايفينه ما غيرتش، لا غيرت في قناعاته ولا فترت فهمته وحماسه. فباسمكم جميعا اسمحوا لي أن نكرم الدكتور مروان عورتاني. إذا سمحتوا اللي نستذكر بعض الإخوان اللي مش معنا هون واللي في إطار تكريم مهم إنه ينذكروا بما يستحقوا. أولاً في زميل إلنا اسمه إيفار إكلاند. إيفار كان رئيس جامعة باريس دوفين، باريس إيش إدريس سبعة، وكان رياضياتي، أجعل كذا مؤتمر وهيك، وبعدين عمل إشي مهم، هو اللي بيسكلي ابتكر تخصص الاقتصاد الرياضي في بيرزيت، وكان داعم قوي يعني، وجاب معه كذا رئيس جامعة فرنسية هون، وما زاد الآن بقود حملة التضامن بين أكاديمية فرنسا، شفتوا الأسبوع اللي فات. جون كيلي، جون كيلي ماثماتيشن كان في بيركلي، هو شيخ التوبولوجي بهالدنيا. فجون كيلي اللي بميزه أنه أجع فلسطين وقاعد في بيرزيت 10 أيام بلس ماينس، وعانى اقتحامات الجيش الإسرائيلي لبيرزيت مباشرة. هذا الرجل المحافظ اللي بتشوفه بتفكره لورد إنجليزي يعني كتير كلاسيكال وبعيد عن هذا، مش يعني، فرجع لأمريكا كتب كتاب مقال في نيويوركر اللي هي أيضا مجلة محافظة، نقد للاحتلال وانتصار للأكاديمية الفلسطينية، ثم تبرع بكل مكتبته لجامعة بيرزيت، وثم استقال من جمعية الرياضيات الأمريكية اللي كان رئيسها في فترة معينة، استقال كعضو، قال أنا جمعية أمريكية لا تدين الاحتلال الإسرائيلي، لا يشرفون البقاء فيها، كتاب الاستقالة معي. ألا بعدها كتبوا مجموعة من الرياضياتين في أمريكا، كل هاللي أسامي الكبيرة، رئيس جمعية الرياضيات والأمريكية والأمس والأمئي، كل السيستم، إلي رسالة بيقولوا نرجو من الفلسطينيين التدخل مع جون كيلي للعزوف عن الاستقالة، إذ إنه الأمريكا ما ساتي بدون جون كيلي يفقد روحه، تخيل يعني هذا. فهذا أيضا من يعني ذكر مهم. ماري غري، ماري غري إنسان معروف لدى المعظم، ستاتيستيشن عبد الله بيضحك وطبعا مودة،
ماري جراي نشيطة ومهمة إما على مستوى الكونغرس أو حتى الرئاسة الأمريكية والمجتمع الإحصائي اللي في الدنيا، قدمت لفلسطين باختصار دعم هالقد كبير، إذا أنت حسبته بالمصاري يربو على 7 مليون دولار، حوالي 100 أو 105 أشخاص من 48 من فلسطين راحوا بعثات على أمريكا عن طريق ماري جراي. وبذكر بعضهم اللي موجودين يعني في رام الله، حضرتك شكرا، عبد الخالق الكرمي مدير مصلحة المياه، يحيى السلقان تبع الآي تي تشيرمان بيتا، حسن قاسم بيتا، كتير ناس، عن مروان طرزي، حسن أبو لبدي، كل الشلة هدول اللي مش شلة يعني كل الفئة هاي آسف يعني اللي بعني حوالي هذا استفادوا من ميري أو من هاي الفرصة. المهم الإنسان الآن تعرف يعني شوية حكيت معها تيجي قالت لي صعب السفر حاليا. مايكل عطية، مايكل عطية كان رئيس الجمعية الملكية البريطانية اللي هو هالقد منصب مهم، وكان بيشغل ماستر لترينيتي كوليج في كامبريدج، وأيضا مدير معهد إسحاق نيوتن. الثلاث مناصب هاي أخذها بالزمانات نيوتن، وبعده أخذها سير مايكل عطية، إنه يكون مدير معهد نيوتن وترينيتي كوليج في كامبريدج والجمعية الملكية. أجع فلسطين وحكى خطاب مهم في بير زيت متذكرين، والإسرائيليين جن جنونهم، إن قامت الدنيا وما قعدت، كيف رئيس الجمعية الملكية بيجي على فلسطين؟ عن الجسر أجا، ما أجا عن طريق المطار. فهذا الرجل يعني ولليوم بعده، ومن أول ما أسسنا الجمعية قال حطوا اسمي كمستشار للبالستامع سايت. إدريس تيت طبعا يعني اللي هو مواكب ورفيق، رفيق درب الماثماتيكال كوميونيتي بفلسطين منذ عشرات السنين to say the least، وصابر العايدي اللي ما تمكن يجي أيضا اللي هو بالهند اليوم، كمان رافق هاي المسيرة الزاخرة للرياضيات. طبعا في عنا ناس اللي ما تمكنوا يحضروا، وليد ديب اللي كان معنا من اليوم الأول وحاليا بالجامعة الأمريكية، كارميلا أرمانيوس، عباس بحري، آخرين طبعا، ديفيد هندرسون. ديفيد هندرسون اللي هو كورنيل، جامعة كورنيل. ديفيد أجا كذا مرة هنا وقضى مرة في بير زيت فصل أو سنة، وكمان ساعدنا كتير في أكثر من طريقة في مع كورنيل ومع الماثماتيكال كوميونيتي. كان أنه هون باي ذا واي بخضوري، مذكرين شباب قبل فترة معينة. فشكرا للي الشخوص هاي اللي واكبت مسيرة الرياضيات بدون كلل على مدى عشرات السنوات. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور مروان، شكرا دكتور أمجد على فقرة التكريم. لفت نظري الدكتور صديقي دكتور أمجد إلى الدكتور فؤاد كتاني اللي أيضا شرفنا اليوم من عمان. شكرا دكتور فؤاد، يعني هالقد مؤثر حضورك معنا. الدكتور فؤاد هو عميد العلوم حاليا في الجامعة الأردنية، وهو أيضا في المجلس التأسيسي للرياضيات بفلسطين، وشرفنا اليوم خصيصا لهذا. طبعا الدكتور فؤاد كان معنا أيضا منذ الأيام الأولى للمسيرة. شكرا. إذن ورقة النساء في العلوم للدكتورة وفاء خاطر من جامعة بير زيت، فلتتفضل من أي مكان بدك يا دكتورة، تفضلي. طيب، تحياتي للزميلات والزملاء الموجودين معنا وزملائنا وزميلاتنا في غزة أيضا وفي جميع أنحاء الوطن طبعا وين ما كانوا. الموضوع طبعا رح يكون يركز على النساء الفلسطينيات في الفيزياء، اخترت الفيزياء من بين العلوم لكن معظم اللي رح أحكيه بينطبق على الكثير من العلوم البحتة، فيزياء كيمياء وحتى الرياضيات والعلوم الحياتية. طبعا أنا كتير بحب الصور لأنها بتحكي أكثر من الكلمات، فهذه الصورة خلال أحد الأنشطة اللي كانت طبعا لموضوع دقيق بالفيزياء اللي هو فيزياء الجسيمات الدقيقة وما يسمى فيزياء القرن الحادي والعشرين. طبعا هذا بس دليل أن احنا ساتنا مواكبين كل تطور الفيزياء. هذه الصورة كانت في جامعة بير زيت، وزي ما احنا شايفين معظم الحاضرات في النشاط التعريفي في هذا الموضوع هن طالبات.
كمان المحاضرين هم فلسطينيين زملائنا في وقتها، بعضهم موجود معنا هون. عن حالي بحب أقول لكم أنه أنا التحقت كعضو هيئة أكاديمية في جامعة بيرزيت بدائرة الفيزياء سنة 2004، وقبل هيك كنت طالبة بالأندر جراجويت في بيرزيت طبعا في دائرة الفيزياء. فخلال الخمس لست سنوات اللي طلعت برا على طبعا معهد العلوم والفيزياء والتكنولوجيا في التابع لجامعة بيرجن في النرويج، عملت هناك رسالة ماجستير ودكتوراه بموضوع فيزياء الجسيمات الدقيقة. فلما رجعت على بيرزيت بعد ست سنوات لاحظت كتير في تغير في نسبة الطالبات للطلبة الملتحقين بتخصص الفيزياء، ومن هون بدأ اهتمامي بالدراسة للنساء في الفيزياء في الجامعات الفلسطينية. الآن مجتمع الدراسي اللي احنا بدنا ندرس له، بدنا نحاول نشخص واقع البحث العلمي في الفيزياء، فمجتمع الدراسي اللي احنا اخترناه هو الجامعات الفلسطينية، بدءا من جامعة الأقصى، جامعة الأزهر، وجامعة الخليل. واضح انه في عندنا هنا اعضاء الهيئة التدريسية مقسمين الى اساتذة مشاركون واساتذة مساعدون وحملة الماجستير، فعندنا عدد اعضاء الهيئة التدريسية في الفيزياء ماجستير وحملة دكتوراه 118 عضو هيئة التدريس اللي موجودين في هذه الجامعات الفلسطينية. لكن مجتمع الدراسي بناء على طلب الأستاذ الدكتور مروان إنها تكون حملة الدكتوراه، فركزنا على حملة الدكتوراه، وبالتالي في كل جامعة فلسطينية في عنا الأساتذة حوالي 30 واحد موجودين في الضفة وفي غزة، المشاركين 28 34 المساعد، فبالتالي حوالي 92 هو مجتمع الدراسي اللي احنا بدنا نشخص واقع البحث العلمي في الفيزياء. أداة الدراسة قعدنا فكرنا سألنا استشرنا، ممكن نرجع للصفحات الإلكترونية للجامعات الفلسطينية، السيرة الذاتية لأعضاء، موقع بوابة البحث ريسيرش جيت أو جوجل إسكالر. لكن لما رحنا على الصفحات الإلكترونية في الجامعات الفلسطينية واخترنا موقع دائرة الفيزياء في جامعة القدس، بعتذر أنه بجوز الصورة مش واضحة، لكن هذه الصورة لما تك على موقع الفيزياء في جامعة القدس فيها 10 أخطاء، المعلومات اللي فيها بجوز عمرها أكثر من 10 سنوات. لو بدك تيجي تشوف أعضاء هيئة التدريس، مثلاً الدكتور أمين الغروز هناك موجود في النسخة باللغة الإنجليزية بس مش موجود في اللغة العربية، مثلاً في زملاء اتقاعدوا وما زالوا موجودين في الجامعة، مثلاً الدكتورة زميلتنا الدكتورة خولة قمعية هنا رتبتها بروفيسور في الموقع باللغة الإنجليزية، في الموقع باللغة العربية أستاذ مشارك. بالتالي المعلومات من الصفحات الإلكترونية مش دقيقة. طبعاً مش بس لحالنا احنا الفيزياء، صفحة دائرة الكيمياء أسوأ في جامعة القدس، طبعاً بديش أحكي عن الجامعات الثانية لأنه كمان مش أحسن. مثلاً هون زميلنا الدكتور حاتم صار له 10 سنوات تارك جامعة القدس وموجود في جامعة بوليتكنيك فلسطين. مثلاً زميلنا رحمة الله عليه الدكتور خالد كنعان أكثر من 2 سنين متوفي رحمة الله عليه وما زال. فبالتالي إذا بدك تيجي تأخذ معلومات من هون معلوماتك مغلوطة ولا تليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرصة طيبة في هذا اللقاء التي تنظمه أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، وفرصة أنه نرجع مرة أخرى بعد ربع من القرن أن نرجع إلى المربع الأول. أذكر أني عملنا سويا مع الدكتور مروان في وحدة البحث العلمي التابعة لوزارة التعاون الدولي، التخطيط والتعاون الدولي في مجيء السلطة الفلسطينية، وبناء على كلام الدكتور وفاء ذكرت ما فيش تكريم للفيزيائيات للنساء. بأحب أذكر الدكتور مروان أنه أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا عملنا فيها في البداية، وعملنا مع الدكتور فتحي عرفات
كانت الأخت الأستاذة الدكتورة هالة القزندار من المؤسسين، وكذلك الدكتور صبري صيدم ومحدثكم. عملنا القوانين الأساسية في التسعينات، وعملنا مع الدكتور يعني اللي هو فتحي عرفات، ووضعنا الأساسيات. يعني المفروض تكريم للدكتورة هالة، يعني كانت شبه متطوعة في الأكاديمية. هذه النقطة. النقطة الثانية، بالنسبة للأكاديميات اللي في العالم اللي ذكرها الدكتور مروان، الرياضيات للدكتور سائد ملاك من جامعة فلسطين التقنية خضوري، فليتفضل. وإنتاج البحث في جامعة غزة، بعدين أخذناه ككل في الوطن، أخذنا جامعة عربية وأخذنا جامعة دولية، خلينا نشوف شو اللي توصلنا له. مرة ثانية شملنا كل جامعات الضفة وغزة. طبعا بعتذر من القدس المفتوحة، لأنه الموقع اللي لهم ما لقيت أي واحد متخصص رياضيات، بالتالي كل الجامعات بالضفة وغزة انشملت باستثناء القدس المفتوحة. لا، دخلت على الموقع ودورت كثير ما لقيت أسماء. القدس المفتوحة عندنا دكتورين، دكتور حازم الشيخ ورئيس قسم الرياضيات. بعتذر بس على الموقع ما لقيت إشي. طيب اوكي، ما فيش مشكله، هم مشاركين اليوم. طيب فقره الاسئله، جامعات الضفه في فقره للاسئله. رتبه الاستاذ عندنا 5 في كل جامعات الضفه، رتبه استاذ مشارك عندنا 19، استاذ مساعد عندنا 47، بكون حمله الدكتوراه 71، وعندنا 39 حمله ماجستير، المجموع 110. طبعا حسبنا النسبة، قديش نسبة الأساتذة، قديش نسبة الأستاذ المشارك. في جامعات الضفة، في جامعات غزة، في عنا 14 أستاذ مشارك، 12 أستاذ مساعد، بيكون المجموع 40، الماجستير 24، المجموع الكلي 64. بالتالي في جامعات الضفة وغزة عنا 19 أستاذ، 33 مشارك، 59 أستاذ مساعد، حملة الدكتوراه ككل 111، 63 ماجستير، المجموع الكلي 174. الآن لما جينا على جوجل سكالر، وطبعا العملية مش سهلة زي ما قال الدكتور عماد، لأنه ممكن حرف أو الاسم مش مكتوب صح يغلب. اللي لقيناه في جامعات الضفة أستاذ 2 إلهم حساب، أستاذ مشارك 9، أستاذ مساعد 16، المجموع بيكون 27. بجامعات الغزة 8 رتبة أستاذ، 6 أستاذ مشارك، 1 أستاذ مساعد، بيكون 15. بالتالي الدراسة شملت 42 واحد من حملة الدكتوراه في جامعات الضفة وجامعات غزة. طيب لما جينا اطلعنا كده الإنتاج البحثي، طبعا مشان ما يكونش أي حساسية في الموضوع، فذلك ما فصلتش كل جامعة لحال، أخذنا الجامعات مع بعض في الصف الأول ثانوي، ثم يحولوا إلى الفرع العلوم الإنسانية في الصف الثاني ثانوي. استمرار الوضع سيكون له تداعيات طبعا خطيرة جدا على المدخلات الجامعات، وعلى نوعية هذه المدخلات المتوقعة من الناجحين في امتحان الثانوية العامة. هذه الدراسة طبعا تعتبر الأولى على الوزارة، وضعت بين يدي صناع القرار في الوزارة والمديريات والمدارس مجموعة من النتائج والتوصيات. طبعا وزعت هذه الدراسة على جميع مدارس الضفة طبعا، وبناء على يعني مناقشة كانت، وتضمن الدراسة 4 فصول، تناول الفصل الأول إطار عام للدراسة، وتناول دراسة الموضوع الثاني الدراسات السابقة، يعني درسنا الأدب التربوي كامل اللي بتعلق في موضوع العزوف، وأيضا في الفصل الثالث الطريقة والإجراءات، والفصل الرابع توصلنا للنتائج. وأهمية الدراسة طبعا كانت يعني لها إفادة لوزارة التربية والتعليم والمدارس في دراسة أسباب العزوف والعمل على تطوير المناهج المرحلة الثانوية وخاصة الفرع العلمي، وهذا طبعا اللي تم بعد 2016. طبعا استمرت الوزارة بطريقة تطوير المناهج. هدف الدراسة الأسباب المؤدية للعزوف طبعا، ووضع مقترحات للعزوف لمعالجة العزوف. مشكلة الدراسة أنه هناك أسباب عزوف تتعلق بالمعلمين وإدارة المدرسة، هناك أسباب للعزوف تتعلق بالطلبة، وأيضا هناك أسباب للعزوف تتعلق بأولياء الأمور. وهيك اللي حكى عنه
الأخ حسان والإخوان، يعني سواء الواقع العزوف التعريفي أو السامبلينج. هو واقع الحال بالبحث العلمي بالذات، الدراستين اللي انعملن أو الثلاث ما كانوا statistical، ما كانوش، هم درسوا كل شيء. فاستخدام الكلمات بأنه سامبل is mistaken. اللي عملوه هم اطلع على كل الموجود ودرسوا. الناس اللي ما ظهروا على الجوجل سكولر لم يختاروا، فبالتالي ما أخذوا هم سامبل والله من 90 أخذوا 30، أخذوا كل الموجود. It's a different يعني concept. موضوع العزوف هذا اللي صار. موضوع العزوف، تعريف العزوف أمر تعرف يعني عزوف يعني against what، شو هو النور مظبوط. اللي بنقدر نقوله nonetheless إنه إحنا في الجامعات، يعني كنت أنا في أكثر من جامعة، واضح إنه في انحسار بأعداد الطلاب. أقول لك خذ مترك واحد فقط مقارنة بالأساتذة، الأعداد يعني الريشيو اللي هي طالب لأستاذ، فبعد شوي بتلاقي الأساتذة أكثر من الطلاب. يعني عندك أنت 20 دكتور وعندك 20 طالب، يعني ما بتزبطش معك. فواضح إنه في عندنا مشكلة معينة هيك، على بدون ما إنه نخليها كتير يعني بتعرف ظاهريا علمية، بس مبين يعني إلى حد ما. هلا طبعا واضح إنه يمكن في تشبع للسوق، واضح إنه فيش طلب، كل هذا كلام إشي تاني. بس في كل الأحوال هون عندي بس ملاحظة، اللي هي مرة تانية الأهم إشي اللي أنا تعلمته اليوم، إنه واللي أنا مآمن فيه من زمان، هو موضوع السياسي، إنه كل الأمر يعود في النهاية مش سياسي سياسي لقرار سياسياتي يعني رؤوي على مستوى عالي ورحيم في البلد. هلأ لما في أمريكا ولا في دول تانية صار عندهم مشاكل في تعليم الرياضيات والفيزياء أو العلوم جنرالي، عملوا برامج وطنية قد الدنيا، اللي مثلا ستيم هنا وفي أوروبا وبروسيا، يعني حتى رؤساء لأمريكا بالخطاب القومي الناشونال أدرس حكوا عن تعليم الرياضيات إنه في عندنا مشكلة كبرى. ما قالوا ما هو بالسوق ملان، لا، هم كسياسي بدهم يعززوا تعليم الرياضيات والفيزياء، لأنه زي ما حكى إدريس أمن قومي هذا. فهي policy matter، مش قضية إنه والله تعرف عرض وطلب ومقابلات مع المين. هلا الأمر الثاني اللي هو بتعلق في موضوع الإكواليتي اللي حكاه الدكتور فؤاد كتير كتير مهم. يعني بصراحة يعني ما إحنا بتعرف الحلاوة في هذا اللقاء إنه ما فيش حد غريب، يعني إحنا أصحاب الحرفة، يعني إحنا اجتماع حمي ومغلق هذا نوعا ما اللي بتفكر فيه. ما جبنا ولا حد، يعني لا ناس يرعوا ولا فيش شيء. فبنحكي بين بعضنا إنه موضوع الإكواليتي is a real issue، قضية حقيقية. سبب إنه والكل بيعرف إنه معظم أو عدد كبير من الإخوان اللي بنشروا الهاجس الأساس لهم وقد يكون المشروع اللي هو الترقية. هلا أقيس عليه طبعا، هذا له مضامين كثيرة، كيف بنشر مع مين ومين بنشر لمين ومع مين، كل الترتيبات هاي بتتم بهامش معقول لغرض معين. وبالتالي زي ما حكى كمان إدريس، عم تحكي انت عن علم ساينس، مش عم تحكي انت عن هذا الامر فيه عندنا شويه اشكال. وهنا مرتبط كمان، وانا عندي موقف almost موقف عقائدي، اسف مش متطرف، في موضوع النشر المحلي. انا شخصيا مش كرئيس الاكاديميه، انا عندي موقف جدي وربما اقدر ادافع عنه، موضوع انه نشر مجلات محليه. انا بعرف تقريبا كل اللي بنشروا فيهن وبعرف المحررين، ستيل رغم ذلك بقول انه قد لا يكون هذا امر حكيم، انه عندنا كل مدينه فيها جامعه وكل جامعه فيها مجله. ايه طب ما احنا كلها 2.5، ليش تحكي؟ مش فاهم انا يعني هذا الموضوع خطر لما تكون والله مجله نجاح وخضوري، مالهم مجله خضوري ومجله القدس doesn't work، بزبطش معك هيك. الشاطر تفضل، هاي الساحه والميدان، هاي الدنيا، انشر برا. اول شيء بدك ترفع اسم بيرزيت ترفعه بالدنيا، مش ترفعه بالخليل. anyway هذا موقف بيرسونال. الامر الاخر اللي هو موضوع ال الوزاره والرومر ولا هذا، ما فيش لا ضير ابدا، فيش مشكله ابدا. وهذا يعني واجهته كذا مره يا اخوان اخوات، البلاد جنرالي بدعمي، ممكن في 1 أو 2% لا، فيها وزارات وفيها مجالس بحث علمي وفيها أكاديميات وفيها مراكز بحثية تطبيقية وفيها مراكز نظرية وفيها تحالفات كلاسترز فيها كل الكلام هذا عادي، مش يا هيك عادي، هذا كلام طبيعي يكون في البلد. القصة أنه بدك أنت تنسق. بالنسبة لنا
موضوع التنسيق مع الوزارة ومع الكلام هذا أمر 100% قائم. أول يعني ما عملنا إنه إحنا حكينا مع الوزارة لتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي وحطينا أكشوال الأوتلاين لها مش يعني فكله قادم يعني، بس مهم إنه نكون يعني تفكيرنا هو إنكلوسيف وليس يا أنا يا أنت، والكل مهم، الكل بحاجة إلو. إحنا اللي بميز الأكاديمية والبعض الإخوان بيعرفوا مختلف تماماً، الأكاديمية عمودها الفقري هم الزملاء اللي ما بدنا فيهم لسه. زملاء الأكاديمية بالدنيا Fellow of the American Academy of Science ولا Fellow of the هو الزميل هذا اللي هو This is the real science اللي هو فوق، لا له علاقة بوزارة ولا بمنصب ولا رئيس أكاديمية ولا خامطين، هو عبارة عن عالم بكيانه بذاته مهم. وبالتالي هذا مجتمع الزملاء الأكاديمية هو أقوى وأهم ثقل علمي في البلد، which we're building. بغض النظر مين بيعمل إيش في البلد، فهذا كلام طبعا محله الوحيد هو الأكاديمية actually. الأمر الآخر اللي هو موضوع المقر والتوصيات والإخوان والتوصيات والمتابعة. المقر في الأكاديمية في رام الله مقرين حاليا، مقر قديم تاريخي بعشرة بينكم في البيري، ومقر جديد بالمصايف بشارع الإرسال. والحمد لله تم الموافقة إن قبل أسبوع تقريبا بشراء مقر للأكاديمية في رام الله، فشيك أيمن، فإحنا قريبا راح يكون في عنا إحنا كيان تمتلك الأكاديمية كمقر كريم لها، فإحنا مشغولين في هذا. هلا غزة الهوينة الهوينة يعني لا 100% يعني إن شاء الله راح نعمل مقر غزة طبعا، والمقر مبين وين، إحنا شركاء مع الإخوان بغزة مع كل الجامعات، والدكتور كمال الشرافي بالذات عم بأخذ دور كتير مهم بكل الجهود اللي أنا في غزة فنية، وحكينا معاه إنه إحنا بدنا نعمل ترتيب لمقر في غزة. كان عندنا بالزمانات الأكاديمية مقر بعدين أغلق، وعندنا مقر بالقدس، ففي عندنا بالقدس ورام الله وفي غزة قريبا يعني في غضون أسابيع. موضوع الموظفين، إحنا خلال الفترة القريبة 3 أشهر اللي فاتوا ضاعفنا عدد الموظفين على الأقل 3 مرات أو 4 مرات 4 times مش 4 زيادة 4، وراح نزيد الترتيبات المختلفة هون وفي غزة. بس كمان تعرف يعني مليون قضية عندنا هلا على الطاولة، موضوع التوصيات هنا اللي بدي أنا أختلف معه على موضوع التوصيات بمعنى معين. طلع شوي مهم يوم دراسي لقاء موسع، خلينا نكون هلا عن جد يعني كتير دقيقين في هذا. شو اللي صار هلا؟ اللي صار مشان ما ننسى حالنا، دير بالك كل واحد منا صغير حاضر له 100 ورشة عمل صغير، هذا فهم. هذا إشي تاني اللي عملنا، قلنا بدنا نعيد إحياء تنشيط تأسيس تجمعات مجامع علمية. إحنا رفا غيره، إحنا عندك الفلسطينيان ماثماتيكال سوسايتي إلو اسم قد الدنيا، هيك العالم والمؤسسات هاي في العالم مؤسسات سيادية مش NGOs ولا معروفية ولا ماليش علاقة. في 5000 نادي في كل ولاية في أمريكا للرياضيات، في أمريكا ماثماتيكال سوسايتي. إحنا بفلسطين مشان اكتمال الدولة، وأنا بحكي جد طبعا، ما بزبط يكون عندنا مليون وزارة، ما فيش عندنا بالعلم شيء، بزبطش. بدك انت يكون لك كيانات علمية، وبالتالي الأكاديمية لما تقول بدنا احنا قطاع العلماء يتنظم ويكون له ثقل، هل قد هذا مهم؟ لأنه بجامعته هو معلم، انت بجامعتك عميد، you report to your president. بس لما تكون انت مع الماثماتيشنز مع الفيزيسيست مع كذا، انت قوية تانية، هوية قطاعية، انت بتعرف يعني وهذا الكلام اللي بنحاول نعمله، لأنه هذا فقط اللي بيقدر يخلي بالفعل صوت العلماء رأيهم الخبير ثقلهم بين البلد بإبداء الرأي الحكيم التعاطي مع قضايا معينة فقط من خلال هاي. ولا قسم رياضيات بقدرش عمل هيك في جامعة، مستحيل. فاللي بنعمل اليوم هو مش ويركشوب عادي، هو عبارة عن نشاط في تأسيس جمعية الرياضيات الفلسطينية أو مجتمع مش مهم سمي بدقية والفيزيائية. عملنا أوريدي الكيمياء والبيولوجي والزراعة، والشهر القادم راح يكون لقاء موسع على الكيمياء والبيولوجي والزراعة، وبشهر 2 راح يكون للهندسات. فwe're pushing hard. فهذا الكلام ما يعني مرة تانية مش إنه والله يعني إشي صغير. هلا هاي الجمعيات أو التجمعات هي المناط فيها تتبع الأمور هاي، فبدي أرد الأمر أنا لأصحاب الرأي أصحاب الحرفي، ما حد بده يقوم هذا بالنيابة عنك، أنت الآن قطاع رياضيات إلى قيادي.
كان the council, the council of the Palestinian mass society. هذا الكونسل هو هو عبارة عن قطاع الرياضيات أو ممثلين له. هو بده يحط على الطاولة الأمور. كرفور والأكاديمية جاهزة تقدم كل الدعم الممكن عن جد. أي يعني إحنا لقائنا هذا الله بعلم قديش أخذ وقته. تعرف حدث أو صار ورح نكمل طبعا خلال العام القادم. والفكرة كانت اليوم نتبنى خطة ونوفر لها التمويل واللوجيستيكس والدعم الإداري لإنفاذها. فإحنا ماشيين في هذا الكلام. هلأ وهذا مرة تانية الأمر بطل قضية إنه إحنا ويركشوب واحد توصياته وبعدين حدا ما بده يتبع. لا لا اللي بده يتبع هي قاعدين هون أصحاب الشأن هون. فعلى كل حال أنا بعتقد إنه الأوراق اللي قدمت اليوم حكى لي الدكتور إبراهيم إنه أحكي الكلام هذا واضح إنه مش روكيت ساينس مش صواريخ اللي اخترعوه يعني بيعملوا إشي ما بتعرف زي تقول أبيتايزر يعني محفز شوي لنقاش معين. ولا حد بدعم منهم نعمل ورقة لا عماد ولا سائد ولا حدا أنا متأكد لأن شغلهم بعرف إنه أثقل كتير من هيك اللي عملوه على عجالة هو بس حطوا بعض المؤشرات للنقاش. لكن أنا مثلا برأيي موضوع الكواليتي اوف ببلشينج وير دو وي ببلش أهم بأني مسارات رياضيات اللي حكاها دريس وين إحنا متميزين وين إحنا ريليفنت شو اللي بدنا إياه. هذا كلام ما نشغل عليه. وبالتالي أنا رأيي إنه نستمر في هذا الموضوع دكتور عماد والإخوان بعد هذا اللقاء نستمر في بلورة هاي الأمور. و دكتور إبراهيم طلب مني أتوقف فذاتس شكرا. بدأ في شيء واحد نسيته اللي هو آيرين هزو. بعتذر دكتورة هويدا. آيرين هزو اللي هي النائب الأكاديمي في بيت لحم. آيرين كانت معنا من أول يوم في جامعة بالتسعينات وأنا بعتذر إنه فاتني الاسم يعني ذكرت كارميلا أرمانيس ما ذكرت آيرين. فتحيتي لآيرين أينما هي اليوم. كانت هي مع فرج شبان الحبيب ومع ماهر قمصية والآخرين طول الطريق وهيفا وطول الطريق مع بعض. فيعني هويدا أنا حكيت مش هيك تمام شكرا. الآن بننفصل لمجموعتين. مجموعة الرياضيات بيبقوا هون بالتواصل مع غزة والدكتور محمد صالح راح يكون المودريتور. وبالنسبة للفيزياء في قاعة رقم المقابلنا وراح يكون أيضا فيها فيديو كونفرنس والمودريتور راح يكون الدكتور مؤيد أبو صاع. بتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم لحسن استماعكم لمشاركتكم.